وكما العادة الإخوان ديما فيديو جديد. اليوم جنا فيديو مختلف شوية. اليوم الناس اللي عزيز عليهم العزلة الأولى ديال البال، صراحة كاين واحد المحال بالمسائل ديالو القانونية، يعني تل أثمنة بالنسبة اللي عنده تقريبا كما قالينا بادية من 13 درهم حتى 120 درهم، عنده كاع جميع النواع، لا بالنسبة للنساء لا بالنسبة للأطفال لا بالنسبة العيالات بالنسبة للرجال، كل شيء كاع الأصناف عنده بالنسبة للحوايج، حتى بالنسبة للقبيات العزاريات ديال الوليدات، بالنسبة للقبيات ديال الكبار. وغادي نخليو مول المحل هو يقربنا أكثر بالنسبة للعنوان ديالو فين كيتواجد. يلا خليكم مع الفيديو وتابعوا معنا الفيديو حتى الآخر إن شاء الله، ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. دراس بخير. بخير الله يحفظك. قربنا نهار اش دابا كيتحلوا هاد الكوليات، والعنوان ديال المحل ديالك فين كاين؟ مرحبا. بالنسبه للكوليه كنفكوا السبت والاربعاء، وبالنسبه للشارع المحل شارع الشابي اللي لاصق على شارع المتنبي. وبالنسبه للاغلب ديال الحوايج اللي عندك هنا، اش من النوع اللي كاين؟ الصغار الكبار البنات؟ جميع الفئات كنديروهم، من التربيه حتى الناس الكبار، كيطما سروال قميجة بالنسبة للعصري ديال البنات، عندنا حويجات صغار، جاكيت، مونطو، يعني كاع هاد السلعة كنخدموها. وبالنسبة للناس اللي بغاو يعرفوا الثمن، من شي يبدا الثمن مثلا؟ الثمن كيبدا من 13 درهم، من 13 درهم كاينة البياس ثاني ديال 100 120، على حسب الجودة، على حسب الكاليتي اللي كاينة فيها. تنخدموا عزالي ملاح، تنخدموا العزالة الأولى. المهم الثمن في المتناول بعدا الناس كاملين. كاميرا بل كاين حتى الصباط، كلشي كاين عندنا، الصباطه صغيره بالنسبه للصبر ديالها صغيره، هذه ديال ولاد وبنات حتى هما كلشي، وليدات بالنسبه للبنات كبار حتى الوليدات صغار. وبالنسبه لهذا الشيء ديال البرد حتى هو غيكون دابا حاليا الربليه داخل هذا الشيء ديال البرد، هي اللي كاينه من هنا لدابا، من هذا الشهر هذا حتى الشهر تقريبا شهر ربعه كنحبسوا السلع. دابا الصيف صافي، دابا الصيف ساله، يعني دابا على البرد، دابا سلعه البرد اللي داخله عندنا، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. مرحبا. قلنا التليفون ديالك اللي بغى يتواصل معاك. بالنسبه للتليفون 06 39 30 20 58. مرحبا.